أبرز النقاط في هذا الاتفاق طبعا اللي هو التأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة لدخول قوة محايدة بين الأطراف الصراع الموجودين الآن حاليا. طبعا أيضا وضع خطة لحل كافة التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية تماشيا مع الترتيبات الأمنية القادمة إن شاء الله اللي حتشهدها العاصمة طرابلس. طيب هل لاحظت ان هناك رضا يعني من قبل الاطراف المختلفه، او ان هناك ربما بعض النقاط التي يختلفون بشانها؟ نعم، من خلال حديثنا مع بعض الاطراف الموجوده وكانت ممثله لبعض الاطراف في اجتماع اليوم اجتماع الزاويه، طبعا بعض الاطراف الموجودين اكدوا ان مطالبهم لا زالوا متمسكين بها، وهي خروج كافه التشكيلات المسلحه. يعني هذا مطلب اساسي، يعني من خلال حديثنا مع بعض الاطراف الموجودين اكدوا لنا ان هذا اول مطلب ومطلبنا الاساسي، خروج كافه التشكيلات المسلحه من العاصمه طرابلس. وايضا هذه طبعا كانت ضمن اختلافات في الراي وبعض الاختلافات من بعض الاطراف الموجوده في هذا الاجتماع، لكن ما تم الاتفاق عليه اليوم وهو ربما الان اول مره يعني يتم الحديث عن خطه لكافه التشكيلات المسلحه، وايضا يتم الان او في ابرز النقاط اللي تم الخروج بها اليوم من اجتماع اليوم هو حل لجنه الترتيبات الحاليه، الترتيبات الامنيه، ووضع لجنه جديده لوضع الترتيبات الامنيه داخل العاصمه طرابلس. نعم، مراسل النبأ خليل زعميد كنت معنا من مدينه الزاويه، شكرا جزيلا لك.